بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. حدثني صديق لي كان في إحدى الطائرات في الدرجة الأولى ومن رجال الأعمال، يقول قدمت لنا الطعام وقدمت لنا يعني أشياء لحوم وكذا، فقلت لها هل هذا شرعي، هل هذا يحل؟ فابتسمت ابتسامة عريضة فدخلت، ثم جاءت بورقة مكتوب عليها حلال وألصقتها على ذلك الطعام، إذن صار حلالا. حالات مشابهة كنا حينما كنا في الحجاز نشتري معلبات سمك وساردين، هي أصلا هذه ميتتها حلال، فنجد عليها قد ختم ذبح على الشريعة الإسلامية. هذه أشياء نضحك لها، لكنها تجرنا إلى عدم الثقة بفعل أولئك الناس. طيب هذا أمر يسير بالنسبة إلى ما فعله الوهابية في ذبح عقيدة السلف على الشريعة الوهابية، ذبح عقيدة السلف على الطريقة الوهابية، حيثما قال السلف قولا فالوهابيون يأتون ببعض هذا القول أو بكله، ولكن يفسروه على طريقتهم. تواردت وتواطأت نصوص السلف في باب المتشابه أن تقول ماذا؟ أمروها كما جاءت. الوهابي ماذا يفعل بأمروها كما جاءت؟ يقول فسرها على ظاهرها ثم أمرها على جاءت. كان يقول لك ها، كان السلف يقول لك هي على ظاهرها ولا يحتاج أن يقول لك أمروها كما جاءت. أمر يعني لا تقف عنده. الوهابي يفهم أمر أن أشرحها وفصلها واخطب بها في المنابر، هذا معنى أمروها عندهم، لكن ما دام يضع لصق السلف فهو على طريقة السلف. السلف تواطأت عباراتهم جميعا وقاطبة، حتى نقل محمد بن الحسن إجماعهم على هذا بأن هذه النصوص لا تفسر. قالوا بلا تفسير، لا تفسروها. الوهابيون فهموا كلمة بلا تفسير نفي التأويل، مع أنه فرق بين التأويل والتفسير، هذه واحدة. وثانية، هم نهوا عن التفسير المطلقة، فلماذا أنت تقول استوى يعني استقر أو تقول جلس؟ أليس هذا من مخالفة السلف؟ لكن مع هذا سلف مذبوح على الشريعة الوهابية. السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يقولون بلا كيف. يأتي الوهابي ويقول بلا كيف نعلمه. الله الله الله، السلف يقولون الكيف مرفوع، الكيف غير معقول. بلا كيف يأتي الوهابي يقول طيب كيف يقول لك مرفوع؟ إيش يعني مرفوع؟ يعني لا وجود له. فيقول لا، بلا كيف نعلمه. وأتى برواية ضعيفة تقول الكيف مجهول، وإن كانت يعني إن صحت فهي مجملة بيانها في باقي الروايات، مع هذا مذبوح على الشريعة الوهابية. كتاب وسنة بفهم السلف، عجيب ممتاز، منتج تجاري رائع جدا، عبارة عن إيش؟ ماركة تجارية مسجلة. كتاب وسنة بفهم السلف، ثم تجد رسائل جامعية من أولها إلى آخرها تتحدث عن القرآن، وهل القرآن حادث أو قديم، وهل هو بحرف أو صوت. الرسالة على طريقة السلف لم يذكر قولا واحدا للسلف، كله قال ابن تيمية وقال ابن تيمية. أين السلف؟ أرني أقوال السلف. هل السلف قال والله تعالى يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء؟ أنت تقول كتاب وسنة فهم السلف، ها؟ أرني هذا في كلام في كتاب والسنة بفهم السلف. خلاص، كلم الله موسى كما أخبر وانتهى الأمر. من متبع الكتاب والسنة؟ نحن أم هم؟ الإمام الغزالي يقول استوى، خلاص استوى، أنت استوى، أما التفريع على هذا ممنوع. فإذا مذبوح على الشريعة الوهابية. قول قديم
قديم بلا ابتداء، دائم بلا، هذا بدعة وضلالة ولم يرد، والسلف لم يقولوا ذلك. طيب جميل جدا، والله جميل، لماذا لأن الأشاعرة قالوا هذا؟ طيب الطحاوي قبل الأشاعرة قال هذا قديم بلا ابتداء، قال لا بدعة لا يجوز. جميل، خليها تكون بدعة. لماذا بدعة؟ لأن الأشاعرة قالوا من صفات الله القديم. فيأتي الوهابية تبعا لابن تيمية يقولون عن كلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد. الله، هل ورد عن السلف قديم النوع حادث الآحاد؟ أبدا لم يرد. هل ورد في الكتاب والسنة؟ أبدا لم يرد. كلمة قديمة التي بدعتمون بها قبل قليل هي نفس كلمة قديم التي تثبتون لصفة الله تعالى حينما قالها ابن تيمية. لكن هنا لاحظ أن هذه العقيدة تختلف حينما قال ابن تيمية، لماذا؟ لأنها قد ذبحت على الشريعة الإسلامية. كنترول وهابي حلال، انتهى الأمر. فيخالفون السلف متى شاءوا. وينسبون إلى السلف ما شاءوا، ثم يقول كتاب وسنة بفهم السلف. حوادث لا أول لها هل جاءت في كتاب السنة؟ الذي نعرفه هذا من مذهب الفلاسفة، وأن هذا يؤدي التسلسل. قال ابن تيمية إذن صارت من عقائد السلف مذبوحة الشريعة الوهابية. قيام الحوادث بذات الله تعالى، يصرح ابن تيمية أنه لم يسمعها من أهله ولا يرويها عن شيوخه، ثم يقول الحق وحقا يتبع، يتبع بها ابن كرام السجستاني، لكنه مذبوح على الشريعة الوهابية. وهكذا كل ما يخالف الهوى يرفض، وكل ما يوافق الهوى يقبل بعد أن يختم عليه مذبوح على الشريعة الوهابية. إذا ما قرر السلف قرارا مثل ماذا؟ مثل قرار الإمام الطحاوي، وهو من أئمة السلف ويروي إجماعهم، فيقول ماذا؟ تعالى عن الحدود والغايات. انتباه، أنا أطعن في العظم، تكلموا يا اسمعوا يا وهابية، فكروا يا من تربيتم على هذه الطريقة، اسمعوا انتبهوا جيدا لما يفعل بكم، كيف يخدعونكم. تعالى عن الحدود والغايات، هذا كلام السلف الحقيقي. يأتي السلف المزيف ماذا؟ يأتي الوهابية فيردون عليه جميعا. ابن أبي العز الحنفي، هذا قبل الوهابية لكن حشوي مجسم. بن باز نفس الترتيب. ابن عثيمين، فوزان، كل من يشرح العقيدة الطحاوية من الوهابية يخالف أئمة السلف في قضية نسبة الحد والجهة إلى الله تعالى، فيثبتونها لله تعالى ويرفضون كلام السلف، لكنهم مذبوح على الشريعة الوهابية. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.